هنا غادي تشوفوا الإعلام الجزائري بادر في الساعات الأخيرة بسرعة إلى نشر واحد تدوينة ديال من؟ هاد التدوينة ديال خديجة بن قنة، وجابوا واحد صور مفبركة قديمة حطوها هنايا في بصواريخ قديمة. بن قنة خرجت، وبن قنة كنعرفوا ما غاتنوضش وتخرج غير هكاك. قالت لك وأنا أتابع هذا الهجوم السيبراني الخطير على لبنان، تذكرت منع الجزائر لدخول هذا الهاتف المحمول الغريب قبل 6 سنوات، لقد كان قرارا صائبا ومهما من الأجهزة الأمنية الجزائرية، وهي أن الجزائر شارية حتى هي نفس أجهزة الاتصالات اللي انفجرت بين إيدين حزب الله نفسه. وهذا المحور ديال إيران، هذا المحور ديال إيران، بمعنى أن إيران عرضت على المحور ديالها. كنعرفوا الجزائر دائما كتشكى، كيقول لك بأنه كنتذكروا هذه المسألة، خاصنا أجهزة اتصال. واحد الوقت قال لك ولاو كيتصلوها بتليفون ديال الديور، ما يقدروش يتصلوا بتليفونات هذا التليفون المحمول ولا غيره. إذن هنا كاين المعلومات كتقول لك بأن تعطات والجزائر حصلت على هذا. مزيان، حنا كنهضروا على لبنان وهذا الشيء ديال حزب الله وغيره. ما وقع في لبنان، خليونا بعدا اولا نعطيكم واحد الصوره باش نفهموا كيفاش غربطوا هذه المساله بالجزائر. هنا غادي تشوفوا الاعلام الجزائري بادر في الساعات الاخيره بسرعه الى نشر واحد تدوينه ديال من؟ هاد التدوينه ديال خديجه بن قنة، وجابوا ماذا؟ غادي نشوفوا هذه المساله شنو جابوا. جابوا شوفوا هنا التدوينه شنو فيها بالضبط، وجابوا واحد صور مفبركه قديمه حطوها هنايا في بصواريخ قديمه. بن قنة خرجت، وبن قنة كنعرفوا ما غاتنوضش وتخرج غير هكاك. قالت لك وانا اتابع هذا الهجوم السيبراني الخطير على لبنان، تذكرت منع الجزائر لدخول هذا الهاتف المحمول الغريب قبل 6 سنوات، لقد كان قرارا صائبا ومهما من الأجهزة الأمنية الجزائرية. هذا خرجات بن قنة. كنعرفوا العلاقة ديال بن قنة بالمخابرات العسكرية الجزائرية وين كيحتاجوها. خرجات باش تغطي على واحد المسألة انا غنجي لها في التحليل، وهي ان الجزائر شارية حتى هي نفس أجهزة الاتصالات اللي انفجرت بين إيدين حزب الله نفسه. خليونا بعدا احنا شلنا الصورة هنا، انتم ما كتشوفوها هنا، خليونا بعدا نمشي ونشوفوا ماذا وقع. الصحف الأمريكية نيويورك تايمز بالخصوص عن مسؤولين شنو كتقول لك؟ كتقول لك أودي بأن من تايوان الى هنغاريا الى لبنان هاد الاجهزه كيفاش انتقلات، وراه بزاف ديال الاجهزه بالمناسبه ديال الاتصالات متعدده كل مره غيبان واحد. قال لك ودي بان المخابرات الاسرائيليه دارت واحد الشركه وهميه في هنغاريا وحصلت على حقوق ديال بيع اجهزه الاتصال باتفاق مع هذه الشركه اللي سموها جولد ابولو تايوانيه، والمديره ديال الشركه الوهميه اللي داروا هي ايطاليه. مزيان، هي اللي باعت الاجهزه المفخخه الى حزب الله. شنو وقع؟ اسرائيل شدات الاجهزه هنا ودارت متفجرات، نوع ديال المتفجرات حسب ماشي غنقولوا دارت انواع، دارت متفجرات داخل دفعه من اجهزه من هذه الاجهزه التايوانيه، هي الاولى وصلت لها وكتعرف بانها غتمشي للبنان. حزب الله طلب من هذه الشركه اللي هي جولد ابولو اكثر من، حسب بعض المعلومات، اكثر من 6000 جهاز كيسميوه جهاز استدعاء.
وهذه الأجهزة خدمات فيها إسرائيل قبل ما توصل عند حزب الله، قبل ما توصل لبنان، زرعت واحد المادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب البطارية ديال كل جهاز، ثم هذا الشيء توزع على الأعضاء ديال حزب الله والحلفاء ديال إيران وبعض الإيرانيين وسوريين. وهنا كاين واحد الرواية اللي كتقول لك بأن تم التفجير ديالهم، بمعنى بواحد عن طريق واحد طائرة متخصصة في الحرب الإلكترونية، طائرة اللي كتقدر تشوش على النظام ديال الاتصالات وتسيطر عليه، وكتقدر تنفذ عمليات هجومية معاكسة، وقادرة على اختراق الأجهزة ديال الاتصال اللاسلكي. إذن هذا الشيء اللي وقع وشنا التفجيرات وشنا بأنه بزاف مثلا ما كانش كيعرف الأعضاء ديال حزب الله، كاين فجأة شي حاجة اللي عندهم كانوا داخلين وسط الناس مجموعة هنايا. هذا الشيء وقع داخل محور ديال إيران، نكملوا المحور ديال إيران ونشوفوا العدد ديال الاتصالات اللي وقعت، وهنا غنهضروا على هذا الموضوع، العدد ديال الاتصالات اللي وقعت ما بين العدد ديال الاتصالات اللي وقعت ما بين الجزائر وحزب الله والجزائر وإيران مع الحرس الثوري والجزائر وسوريا. شوفوا العدد هنا، شوفوا العدد ديال الزيارات، العدد ديال الزيارات اللي وقعت هنايا، وهذا المحور ديال إيران، هذا المحور ديال إيران، بمعنى أن إيران عرضت على المحور ديالها. كنعرفوا الجزائر دائما كانت كتشكى، كيقول لك بأنه كنذكروا المسألة خاصنا أجهزة اتصال، واحد الوقت قال لك ولاو كيتصلوها بتليفون ديال الديور، ما يقدروش يتصلوا بتليفونات هذا التليفون المحمول ولا غيره. إذن هنا كاين المعلومات كتقول لك بأن تعطات، والجزائر حصلت على هاد الأجهزة، حصلت عليها. علاش؟ لأن كاين تعاون هنا، وكاين وثائق، كاين وثائق اللي كتبين التعاون اللي كاين بين الجيش الجزائري مع سوريا ومع مع حزب الله في لبنان. كاين هاد المسألة هذه. اللي وقع هو أن شنقريحة، كنعرفوا شنقريحة كيشري ديك الميزانية، كيشري وكيخافوا من القضية ديال كيقول لك التصنت وغيره، غير كيشري راه شراو طيارة عمين كما قلنا واحد الوقت، طيارة كطلع في الليل، طيارة ما عداش من دار الليل كيشري، شراو. إذن استوردوا قبل أشهر نفس الأجهزة ديال الاتصالات اللي كتنفجر في لبنان ديال حزب الله، ووزعها على الجيش الجزائري وعلى الدرك الجزائري وعلى الأمن الجزائري، وبعض الأشخاص توزعت عندهم المسألة. ولحد الآن كاين تكتم على هذا الموضوع، كاين تكتم على هذا الموضوع، ما عارفينوش. واحد المجموعة شنو داروا هما؟ مشاو بغاو يسبقوا، زوروا شي مواقع في شي صحف قديمة وخرجوا بن قنا. السؤال هنا، علاش غتخرج بن قنا وتجبد الجزائر؟ دابا سؤال، علاش غتنوض بن قنا وسط هذا الشيء اللي واقع ديال لبنان وغتذكر الجزائر؟ كيفاش؟ وغتقول لك راه الجزائر رفضت هذه القضية ودغيا رجعوا زوروا تواريخ قديمة. هذا راه دليل على أنه الأجهزة موجودة، راه موجودة. الفجارات شوف، لأن هنا ما نهضروش ثاني، كاين البعد، ولكن نفس الأجهزة اللي خداو، نفس الأجهزة اللي كاينة عند حزب الله كاينة عند هذا الشيء اللي قلنا أفراد من الجيش الجزائري. وهنا راه كنشرحوا واحد القضية، ربما كتذكروا المناورات اللي كان كيدير شنقريحة، كيديروا في الليل الأولى. ثانيا تلاحظوا بأنه في ديك المناورات هذيك عرفوها الجيش الجزائري، بدات كتوقع شي انفجارات بوحدها، كتوقع ليهم شي انفجارات تما. كنا حنا بأنه الأسلحة ما تستعملاش قديمة، ولكن بين تفسيرات أخرى. إذن هذه توزعوا في المناطق الستة، لأن هنا راه كاين تعاون بين الحرس الثوري الإيراني مع الجيش الجزائري مع حزب الله، كاين تدريبات اللي دارت في القاعدة ديال إيران اللي موجودة في النواحي ديال تندوف، كاين تدريبات اللي دارت، لأن هذه أجهزة اتصال، لأنه كنعرفوا هنا بأن شنقريحة
كانت كتبيع ليه روسيا، روسيا ما بقاش كتبيع، روسيا ما بقاش كتبيع. كيمشي للدول، كيمشي لهذيك الدول الشرقيه، ثم كاين ايران اللي كتعطيو. وكنتذكروا الطائره اللي جا فيها الرئيس الايراني السابق اللي تم الاغتيال ديالو ونزلات، جاو جوج طائرات، وكاينه واحد الطائره بقات، مشى الرئيس الايراني بقى الطائره كبيره، جاو فيها اعضاء ديال حزب الله وجاو فيها اعضاء ديال الحرس الثوري الايراني، وكانت عمليه ديال التدريبات. هذا الشيء ربما وقع واحد 6 شهور هذه ولا 7 شهور كتذكروا. كاين البعض اللي كيقول لك هذيك هي اللحظه اللي كاينه، ثم اجهزه الاتصال هذه راه موجوده حتى عند الحرس الثوري الايراني اللي كاين في المسجد ديال بوتفليقه، راه كاين تما واحد القاعده. اذا هنا حنا دابا الان كنديروا تحليل نفس الاجهزه، لان ما يمكنش تكون، لان هذا المحور كله كياخذ نفس المحور كله. كنعرفوا بان الدول الغربيه ما كتبيعش للجزائر وما اعتمدوا على ايران. ها هي انا هذا هو الطيش، اعتمدتي على ايران، ها هي ايران الان مخترقه، ايران كتوقع انفجارات تما، نفس الشيء، لان اعتمدوا هما على ايران. ايران ناشطه بواحد الشكل، غيقول لي شي واحد كيفاش، غنقول ليه ايران النائب ديال المرشيد كيقول لك حنا وصلنا الى شمال افريقيا، كيقول لك عندنا ولات عندناش، كيقصدوا الجزائر. كيخرج القائد ديال الحرس الثوري كيقول لك حنا قادرين اننا نسدوا الممر ديال جبل طارق، وهنا كانت تحذيرات غربيه للجزائر، عارفين اننا. كتجي قضيه اخرى، المغرب كان نبه لما قال بانه كاين اعضاء ديال حزب الله كاينين في المخيمات وكيحاولوا يحفروا الانفاق، هذه هي واضحه بالحجج. ثم المساله الاخرى، لما هضر تبون، لما قال نريد فتح الحدود ديال فتح مصر، فتحوا لنا الحدود وكذا، شكون اللي جابوه؟ جابوه الحوثيين، هما اللي جابوه. اذا هنا الوضعيه، حنا دابا هذا المعطى كنحطوه في التحليل، هذا النوع من اجهزه الاتصالات دخلوا شنقريحه الى الجزائر.